تطلب العلم من المهد إلى اللح. Ask knowledge from the cradle to the grave. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا بفضلك يا لطيف. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خير جزائه: وإيمان المقلد ذو اعتبار بأنواع الدلائل كالنصال. وما عذر لذي عقل بجهل بخلاف الأسافر والأعالي. وما إيمان شخص حال يأس بمقبول لفقد الامتثال. وما أفعال خير في حساب من الإيمان مفروض الوصال. ولا يغضى بكفر وارتداد بما يهد بعهر أو بقتل. ولا يغضى بكفر أو ارتداد بعهر. ولا يغضى بكفر وارتداد بعهر أو بقتل واختزال. ومن ينوي ارتدادا بعد تهر يصير عن دين حق ذا انصلال. ولفظ الكفر من غير اعتقاد بطوع رد دين باغتفال. ولا يحكم بكفر حال سكر بما يهدي ويلغو بارتجال. وما المعدوم مرئيا وشيئا لفقه لا حفي يمن الهلال. وغيران المكون لا كشيء مع التكوين خذه لاكتحال. وإن السحت رزق مثل حل وإن يكره مقالي كل قال. وفي الأجداث عن توحيد ربي سيبلى كل شخص بالسؤال. وللكفار والفصاق يقضى عذاب القهر عذاب القبر من سوء الفعال. دخول الناس في الجنات فضل من الرحمن يا أهل الأمال. حساب الناس بعد البعث حق فكونوا بالتحرز عن وبالي. وتعضى الكتب بعضا بعض نحو يمنا ونحو وتعدى الكتب بعض النحو يمنا وبعض النحو ظهر والشمال. وحق وزن أعمال وجري على متن الصراط بلا اهتبال. ومرجو شفاعة أهل خير لأصحاب الكبائر كالجبال. ولدعوات أو تأثير بليغ وقد ينفيه أصحاب الضلال.
أنا حديث والحي لا عديم الكون فاصنع باجتذاله. وللجنات والنيران وللجنات والنيران كون عليها مر أحوال خوالي. وذو الإيمان لا يبغى مقيما بسوء الذنب في دار اشتعاله. لقد ألبست للتوحيد نظما بديع الشكل كالسحر الحلال. يصلي القلب كالبشرى بروح ويحيي الروح كالماء الزلال. فخوضوا فيه حفظا واعتقادا تنالوا جنس أسما في المنال. وكونوا عون هذا العبد دهرا بذكر الخير في حال ابتهال. لعل الله يعفوه بفضل ويعطيه السعادة في المال. وإن الحق أدعو كل وقت لمن بالخير يوما قد دعالي. وإيمان المقلد مقلد كإيمان كيسو ذو اعتبار قيمة مذو صاحبة ويهي قيمو ليهي إيمان كاسي بأنواع الدلائل الدليل يالك النعيال كودي معتبر كويه. الدلة دي كان نصال سيد الليباب كأطوة سناد الدلة توسان أقصو عرور تيقف كمقلد كإيمان كيسو ذو قيمة قفرية واكا ها هي مركة وركي أو شيء مرلبا دي إيمان أبي بكر من العربي محيط بيانيك اللي رهدو إيم السنوسي وركودي مجير تأوك ليه مقلد إيمان كودو ومعتبر إيمان كيسو إيمان جرا وحويا هديو قفك مقلد كاهي إلهي هديو عقيدي وحي اعتقاد لور ربي هدو عقيدي أصونا الدليل كقرانين علمك كم غن وعاسي ودمبيلة إنه نوح بران ودمبيلة كوياي مسألة كستوين البرات الله جار بهذا بران دمبيلة تاي لكن مؤمن واي قفك مقلد ومؤمن عقوا إيمان المقلد قفك مقلد كإيمان كي كيسود اعتبار لا بقى يتوان قولة ماشي كجر ما يلح قولة يلح قولة ماشي كجر تكبيه كبر معانك كاسة مقلد كإيمان كيسود ومعتبر هذا مهسي شيء إنه سو علمك دليل كينو نبران بوكود بابيا أهي واسد أسوي وإيمان المغلد مغلد كإيمان كي سدو اعتبارا قيم ذو صاحبا وي وحما اعتبارا قيم وخفر يوي واجرا إيمان جرا وي سعنبي صلى الله عليه وسلم قفك أصعب توحيد كاللوم بيري جري أيغو سنبي عابد جري أيغو عام وحبا أقوان أميين هايا التوحيد كاللوم بيرينا إساس وقفك مسلم كوها إلهي إنو إله يحكي لك عبادة متساسة أدليل على المدينة جري وقم أدري جري الدليل كامل لو قدر يجري التوحيد كان له شيء يجري هدي أين نقفكو إيمان يعلن إلا إنه دليل كبرت ما هي دليل كان له شيء له ما كان هو يعني دليل ك أسوي إنه هدب كبرت ما هي إيمان كقوم حرين التوحيد كان له غير بس أسوي مسلم كل عن جري مرك مغلد كوا معتبر إيمان كيسو كان وعد دليل دليل يالك إنه يالك ودي بو مغلد كوي أيوه معتبر كوي دليل دليل يالك كان مثال اللي يبقى كلام إذا أدلة توصل وان اعوجاج ما كجرين الدلة قمن او توسانا كسو كسو عرارتي من مغلد كو ايمان كيسو قيمة كفر ديه هيا مقع مغلد بالله بحينه تقوف كنتو سبرا الهي انو جرم حاو دليل عالم كان دليل كو رماها خلق سنوات وارض هيا هي دماء دليل كو شيغي دليل كعقلك انتو نمبرا الهي انو جرم وحاو دليل انو تلمان تسليه وحاو دليل عالم كان علو يسفلي انتو نندني عاس ادين وردو توحيد كم مرسده ساسو مسلم كوية مقلد مسلم وية اوكاسا بعد الدين كبرني ادو بردي ده لكن علمي جو المسألة ذا كلية ما مسألة دي اذا برتي كواج بتون برم بعاسي وعاسي اتكوت هذا ده برم وما عذر مرمرسية ومسلمان الذي عقل يقفك عقل لها
بجهل كجاهل نقشو ممرسيه ومسونا بخلاقي الأسافل والعالي عالم يالك سرعي عالم يالك خوسي إلهي أبو ري كجاهل نقشو دي سقف لعذر هرماي حد بروي دي قف كستوى السؤال لا هو حيشي يقف ويقف عذر هرماي معنى حويا وانت بقراني حديث بلغ في رنا مركو غربة إلهي برشديسو وشيء ضروري وقف كستي يقانو قال إيا مسلم إيا عرور إيا وإيه إيا وحانا قول لماركو قال الذي مسلم هو علم يوسميه مركا إله إنو جرى ما أقوم قف من مرسيوه لا يمجره ولكن أنتو عقل لها واي قف من عقل لها وقال وإيه مركا وحاوية داتك قال هذا وحباك قصنا إلهي واجرى لكن إلهي كاردقا ما إنا إله واجرى هكوانا إلهي الكاردقانا إنا إليه نموتا جريتاك إلهي كماشا كسنا قال هذا واي غانين ولا إنسان تهم خلق السماوات والأرض وريع عرك يدوك أبوري لا يقولون الله لا يقولون خلقه العزيز العليم الله با إله إرجل ويقانين أوه فرسوا يقان كعالم كان من ويهي ويؤيين لكن دقيال كأسلام تان أقرنا سمعان عابدين هير هو إلهي أن أمره كبان أبورتين سنم يال كان عابد إله أن يري بان أبورة أي شيء مجرته إله ويقان مركا إلهي أقوانتي سكجال لغشديس قف مرسي أوه إله لمرك وال يقان برو هذا بردي دادي قد هذا بردي دي ما هو وين ممرسي كل ميت مركز عقل ويدو أم بعد عذر لي هذا هي عقل غريزي جاه ويدو كي غريزي جاه داد ويدو قفكو قبل هالنقطة ضبال قرف مركز حوال هذا أرجع دول لما نظم حد بروي ذي له الذي ما هو أرجع مكلف معه وما عذر ممرسي أو مسونا اللي بجاء الذي عقل قف عقل له عذر يا ممرسي أو ممرسيها اللي راه عذر كلي راه عذر وممرسيه شرعية وين وما عذر ممرسي او مسونان الذي عقل نقف عقل بجهل كجهل نقش عذر مسونان بخلاق الاسافل ولا عالي عالم يالك سري عالم يالك غوسي الهي ابوري اوكا كجاهل نقش دي سعيد ممرسي او غير ميد وما ايمان شخص قف ايمان كي سماء الحال يأس قوس شد حل قيدين او وحرمي ايمان شخص قف ايرو وحرمين تي سماء حال يأسن قوصة شد حل جيدي من الحياة نلالو كقوصتي مركو قنلالو قفكو كقوصتو إنو جيريون يا أي قوان هدى نفتك بحيدة أو يسيري قوص يرمين أو رمياه ما أهم بمقبول من الأقبال آيو ومحالو أقبل ولي فقد الامتثال أمرك إلهي قادة شدي سيا لقواي أما فرتو من قفكان إيمان كاسي وإيمان وقهريه ندعو طوعي ماهر يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها قفك مركو دويريو وجيرك الروح ذا انتي كلا انت لغا سعب عيالك أقلو ذا لك يانو قفك عربان لقوم ذا إنو سكر ريسان إنو هبا تفل لغوت فإنو سكر سوى وچه ذا هموتة ملايك تي نفتك غادي لهيان نواركا ونفتي سسوك عيني ذا لك انك يبتكوي سوء علاجي واركا شان ذي نارتي ميش اللي قيلة ووچه ذا rajja kama qabo cirbada ugu muda aan raystay qofkaas dhimaa inuu dhimanayo hubaa moqte rajja marka qofkaas iimaan laga aqbale maad inta xog leeyahay wali aadan rajja ka qabto iimaanka inaad raysato rajja ka qabto aad bajinaatiide hadda muumin noqoto iimaanka wuxuu ku fadhiya laakiin markaas hubsato in nafta laga qaado halka galawda la keenay male toobada male iimaan daa ma jiraa وما إيمان شخص قفر ما ينتي زمان حال يأسر قوصة شد حلق يدوء وحرميه من الإيمان من الحياة نللوك قوصتي مركو نللوك قوصة رميته وحرمينا يا إيمان من بمقبول الإيمان رمين لا أقبل يا إيمان وحان الله أقبل وإلي فقد الامتثال فرتومدي لو قفر مركا سيده لما أركي مكت آخر قف لك أضيقا لما أركي سمؤوين مركي قف كل انتو آخراتك وحقو ديدا يا لما أركو قال كي موتة يدو تدي مرك الوكري واي ورلا إله إلا الله كليا دي حقا مركو تقمحو دها يلا كبير جعوني لعلي أعمال صالحا فيما ترت إله ودي بيعيلي حدا نسويها قاجينا إياه بي أنبيو دانتا صافي عن ليسينا إياه كي إلهي قف كان واد انتئو مرضو نولك قوصة واد انتئو قف مركو نولك قوصة قف كل مي هدينا لي عليا عندك يلي مرجعها لهودا marka saad qoosata iimaanka ee maqbool ma ahan li faqd al imtithal waqad xoog leeyda fartoomidi jirtay hada tani waa karhan way imtithal ma ahan waa qahri way wama afaal khayr khayr ka fi'l ladhi siina ma ahan salaad iyo soom iyo zakay iyo haj isku soo daray sadaqo la bixiyo iyo i'tikaaf iyo quraan la akhriyo afaash as khayr ka ahi ma ahan fi xisaab ku tirsanan min al iimaan iimaanka ay ku tirsantay mafruud al wisaal al xiriidii dad xaalita midii oliba la qadaray ku tirsanay waxa ku yiri
داني مسألة اتفاق معه وحي أهل السنة والجماعة إلا بقى يبوت كويه صلاة يصوم كي زكذا يحج كي إيمان كي كم دين أو البخاري أكلته مركو كتاب كي سو ترجمة سنة صحيحة باب الصلاة من الإيمان باب الزكاة من الإيمان باب كذا من الإيمان ساسو كوه ذا بوقته إيمان كي بقوت ترسينا عماش خير كهولين شيخ من هذا وحون يريه علي بن عثمان لو شوحون إليه إيمان كقمر معهن إيمان شيء قار هي أهايين أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إيمان انتهانا لينا واسلحي ريبتا ومكال مارمان وحاكد حيه تلازم بس ويس لازمان هذه إيمان لوايه إسلام نوال لواي هذه إسلام لوايه إيمان لواي لكن مدبر نوع قارة واي إيمانكو وقشي قلبك إسلامنا وأعماش أنقارك ويس لازمان أو تلازم وظهورك سيد النوم وغطيه معها نفس الأمرك سيد أنه النوم وغطيه قفك هدي ويري هدو أرو إلهي مروا ميزني رسولك مروا ميزني وحاس مروا ميزني دو إلى صلاة دي سمجرته وحجره وما همه هدي ويري أرو صلاة كان ماي أو صوم ماي أو زكاة بحين ماي إنه مسلم مؤمن يوحا كنقرانا ما ينو حريرة كان حيا إيمان إنه إيمان ليه وحنا مغضم ها إنه تكن أيه زكاة بحنا أيه صلاة صدقة بحنا أيه حجنا أيه قران أنا نور متصين أيه عربنا كم قرانا لنا واسمته كم قرانا له إنه مسلم هاي أعماش التوحيد كم يدي لا إله إلا الله وذا قال فوادي كلامك لا سقوا معه قال أيه أن إلهي وحداني أو قلين إلهي عبد الله بن أبي قال لا إله إلا الله وقال قال 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 وحنا وإلهي كعد إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون إلهي قال يا الله كو عدي مركز لا اله الا الله دلدل جيره قال لا اله الا الله محمد رسول الله دلدل كره نقطه لكن الايمان ما وقر في صدر يبقى ايمان واكي قلبي قال مرك لا اله الا الله ديس انا وعلامه تصير اذا انه مسلم هي انه مؤمن ها او دليل سنين صلاه ديس وعلامه انه مؤمن هي او دليل سنين لكن ايمانك هو واحد نغا قرصون حدو مرك صلاه تكون ديده توحيد كبه ديده صدقه بحين ديده حي ايمانك سو حق غره ماين انا اكتله مؤمن ما قفك هي واتك يقف في صلاة دي عند الدلاء وصوم الزكاة دي بحين يا إلهي نمر بيسمير رسولك مر بيسمير أمر وين مجره مرك مفروض الوسالة ما كلام مرمان لو حرير أكد حية حرير كودان قدرنا لكن إسكم ما هي والله ما نوع كلام مرمين وما أفعاله خير خير كأفعال شيء زما في حساب كتير سنة من الإيمان إيمانك كتير سنة إيمانك كم كتير سنة مفروض الوسالة الحريرين دي حالة تيل قدري أفعاش خيركو إيمانك ولا حريرتا كسب مد ماهن هاي ووحن كو قرانين أفعاش خيرك إنه مؤمن كو قرانين لكن أنا إيمانك لو المجي إنه وحن مقضى كو قرانين أنا قفوا مي إيوة ولا يقضى لكو حكوية ما بكفر قال لما لو حكوفك لو حكوية ماي إيه وارتداد في دوبيد لو حكومي ماي بعهر زنا وزنايستو وحو ويدك أهي وحا أقبالي وايوة بفهر ويوارك أسنا ورس عنا ما بعهر زنا وزنايستا قال لما لو حكومي ماي بهر قصب نيا قال ما ربا سيقنا بعهر أهربا زنا وزنايستا بعهر زنا وزنايستا قال لما لو حكومي قفك زاني وقال لديه ماي أو بقتل دل وحد دل زنا لو حكومي وقفك هدو وحد دل وقال لديه ما وكا ولا يقضى الحكومة ما بكفر قال ما له ولا حكومة ما يورثي داد الردوب ينقف كهذا المسلمين ما كوعين وأنا المؤمن أو عقيدينين ما أنت أوزين يستي بس وقالوا بدي ما ينور الردوب بدي ما ين حكومة ما ينور الردوب ودم بابي لكن ولي وسيد يسوي نوية مسلم كيسوي مسلم دم بلا واد ولا يقضى الحكومة ما بكفر قال ما يورثي داد الردوب الحكومة ما بعهر بسبب عهر زنا وزنا يستي داوبيد أو بقتل بسبب قتل دل واحد اللي درت قال لما لو لحكم مايو إيه وقت زال أيده اختزال كاسو أنا أعرف فسر قال لو فسرة اقتضاف كما واحد عيد غس بيجي كني أنا واحد عي وغس بيجي وديس كفسر أنت كلام فرقة بعهر زنا وزنا استقال لما لو لحكم مايو أو بقتل دل واحد اللي قال لما لو لحكم مايو أو بغس باختزال إنه وحسيبتي دعي حكي له الإرادة إنه اجتماعات الإسلام كاسو عمي ما القارة هدو عرارة مدد كاس كم من ما هدو إلى معارض كهدو نقضي وقالوا إمامك إسلام كو خلافة وقالوا بلديه ماي هدو قفك أبو بكر من صديق معارض كو نقضي وقالوا بلديه ماي ها
أبي بكر هذا ما أنت نبي جوج لكن فرضا ما ننتي زي قفكي مع أبي بكر معارض تكون نقضيه مري دومين قفكي عمر لأنك عمر من خدام لدك على أبو بكر لدك على مرايا هنا عمر معارض تكون نقضيه أبو بكر معارض كلنا نقضيه نمدي ولا ما دك على إذا كذي جيدين ولا دك على ما يقو أقوى أقران قوى التاس يبي دومين كو يغفي عنا وزكادي الدين ساس أولاد قالهم إيه سيد عمر هجامين ما يودي دين هجامية ناط هاي لهاي وعارض كم يهين لكن زكاد النقمال نرقم هي لا نؤدي زكاة إلا من صلى لا نؤدي زك لا نؤدي زكاة إلا إلى من إلا من صلاته سكن لنا هاس زروا زكاد وحن لي بين قف في صلاديس سكن لنا ناط هاي إلهي يرخذ من أمالهم صدقة تدهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلواتك أما إن صلاتك لوادي قرأ سكنوا لهم مرك النبي صلى جيسا سكنوا لنا ناءها زكاة وحن أولي بين هيلة وتأويل خلدان يعلو نبي قبسا زكاة إن نلادر إن نقولي من نلادر إن نبي صلاة دي سكريها صلى دعاء ونود عيا سكنوا لنا ناءها بس عدك أولي من قلاد أوفي عنا ساس هاد هو كلامه بالرجولين إيه معارض ما هين مرك وقت زال الإسلام كي كسر عمان هي وقت زال إنه واحد عاد ماذا ولا كسر أنت أسمين قال ما له الحكومة هاي ومن ينوي قف كي يست ارتداد الرجولين قف كي يست بعد دهر المدك بعدي بريا الرجولين يقف كهدو إله الله كم هين قال ماي يصير وحوهانا يا عن دين دان سلال سي مد من صاحبه عن دين حق إله دين تسوك سيما حد حالة وقالوا بي قفك دوس إلى بريا قالوا بي دونا حد وقالوا بي بقى ومن ينوي قفك إن يستا ارتدادا ردوبيت بعد دهر مدك بعد إنه في دوبة يقفك إن يستا يصير قفك وحوهانا يا دان سلال سي مد من صاحبه عن دين حق إله دين تسوك سيما في الحالة مركز يصير وحوهانا يا دان سلال في الحالة مركز مد صاحبة عن دين حق إله دين تزوك سيمة مركز بدين تكبح يوزير الدريب قالوا ده دريب الله قسين ماي حتى لليه واد قالوا ده توحيد قال الله قبنا يدود دي دينا سرك على جري والله فضل الكفر قال لماذا الله قود واقع من غير اعتقاد إيدا العقيدة سنين إري قال ما إن الله قود واقع إيدا العقيدة سنين بطوعين مع خصب الآن الله قود واقع بطوعين خصب الآن درق الآن الغد واقعه رد دين دينتي الله تروي باغتفال هلمان الغطور قفكو دينتي اسكن عاي اسو اس هلمان سا هذا اللو حجر اللغو قالوا باي قفكو نقوصا لمن خصب هو خصبكو ما بهن من عقيد اسنين قال لماذا عقيد اسنين مسلم ما هي وقفكو يري إنه قالوا بنا مرهب إسلام لماذا إنه إسكأ في مرهب إنه قال لما معقيدين نقفك إنه قال وائر كمانا خصبانين مسلم مائه مركة أوهير قفل خصبية ورنه اللي يريب معه لغو خصبية معهين يعني لخصبنا هذا أنا قف قال لماذا عقيدين إنه قالوا مرهب معهين وقالوا بنا سقون بريرين سقون سقين وقالوا لغف لأسيوك ردوا الدين باقتفال يهود أنا هاي وقفك يري قال لماذا يهود لماذا هاد مرهبين لما نخصبنا ورده اللي ما دهنن ما هادو ايه رقاس إلي أصدقوا اللقونا خصبينين يوسم بعقيدين دينتي يهودية قال الشيء يوسم بطنين يسوون يسوون وقف كاسي دينتي كبعيون وإلا سكوها يستاتسوا أي ماذا قبل لأنه حدها يقف كاسي ما قالوا بين لكن إمامكم وحكومة واللفظ الكفر كلمة قال لما هو اللقونا واقع ويهود أن هاي مسلم أن هاي مسلم هي وكالتاس والإيراد وكال إيرجع نوع عاسو كلو اللي يرى هذا من غير اعتقاد أيضا هو لبه كفر قال العقيدة سنين الله ولا وقف قال ما عقيدة سنين هو أفك بس وكير لفظ الكفر قال التلفظ بالكفر وين واللفظ الكفر أي التلفظ بالكفر إيرجع قال نما إن الله ولا وقف من غير اعتقاد أيضا قال ماذا العقيدة سنين بطبع ربي خصب الآن الله ولا وقف قف الحيوي وقاره هو أفك الدين الحيوي واحد من من إلا من فيها وقلبه مطمئن بالإيمان هذي اللي هو خصب أيض ما بعلى تعزيه ودم ما يعني قال ما كنت أسكنه في حتى دم ما يقولوا يا حبيبي أنا الأمور في هذيك اللي قالوا بيسكن هذا مكان يهود أنا هيده يهود أنا هيد نصارى هيده هي وحي الوراثة كم يرثى ما هذا خصمته حتى دم ما هن مكان نص صريح ويا إلا من وريها وقلبه مطمئن بالإيمان وأنا عبدي عمار بن ياسر وي مركي أبيه اللي سواق بتوضيع أبيه ياسر صحابي وي ما كنت جوجا مركز سواح لي أكفر بمحمد سيلا رجوع ما يلا
qabiilka meesha degana kamid ma nin quraysh ma ee waa nin deegaan kaliya ku jooga ma meesha uma dhal markaasa lug kaw laga siiyey ogfur bi muhammadillah si labaada kaw la siiyey ogfur bi muhammadillah gacana la gooyey misna gacantii galmido markii la gooyey ogfur bi muhammadin afartii adimido bagaarkii markii loo gooyey waa camar aabihiisa ugu makuuna joogan maya umid walba leeyahay surqi kaw ka siiya odagii markuu halkaas ku tagay aabihii waa reerkii oo dhan meesha ku qafaalanay oo abi jahal xukumaa laacmatullahi calayhi aha wartii la soo qabay saali ogfur bi muhammadin odag baa kaysa meesha marsiinay gaalo u saytay in yeeli maayo ayadii markii abi jahal ma dhihin surka lugaha laga gooyay ma dhihinin ee xir xirooyin halkaas lugaha lagu xiro lugna halkaas gacan halka markii afarteedii adin la kala tagay oo tiir dheer inta soo qaatay oo farjiga ka galiyay oo afka ka dusi adoogii habartii saas uu ku dilay abi jahal xukumaayay ugu amaara lagu keenay wiilkii asalay ogfur bi muhammad isuu kafartu bi kaara dhacday naftii atimid nur waxa uu jixin jixay la markay ay hooyi aabi hooyi hortiis lagu dilay ugu haa saas maxaa ku diyaali isagoo ooyo nabi uu tagay nabi allah aabi hooyi meesha hortiida lagu gooyay aniga markii teelada ugu timid aan kafartu bi qalbigaagu suu aha nabi allah gaalnimo ma ribi ayadaana ku soo deetay من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان لكن من شرح به من الله مركي كهور ايمانا با اكفر بمحمد هديك كفرت به اسك دهو ادي كما ساره مركي كهور وري ده هي ده اسك ده يعني ادي كما ساره كسو مركي قفكو ادو خصبه اد ما باله لكن ادو شن قفكو خصبناي وي قفك لا هيستا بطوع انه يري اغو ولفظ الكفر اي تلفظ بالكفر ارى قالنما ان لو دواقه من غير اعتقاد ايضا قالنمدن العقيده اسمي ولا سي خفت ما هي موقت هدي قفكو ارى قالنما ان ارى قالنما كان اي كو دواقه اسو قالنمد عقيده اسمين بطوع اتعد ان خصب الان ولو كو دواقه iyadoo la qasbeeyo ku dhawaaqay raddu diin qofkaasi diintii ku dhawaaqitaankaasi waa raddu diin in diintii oo la tuuray la ciliyay biqtifaalin hilmaana lagu tuuray isagoo qofku is hilmaansan oo diintii tuuray qofka waxa qabay diintii saasu wuxuu kulay weey hanba lagu haystay walaa yu xukuma la xukumi maayo bi kufrin bi sabab kufrin gaalnimo darteed loo xukumi maayo walaa yu sabab ka dhigin walaa yu xukuma la xukumi maayo bi kufrin gaalnimo lagu xukumi maayo xaala sukrin xilliga qofku uu sarqaansan yahay haduu maandooriye ka soo dhargay markaas uu sarqaansan yahay gaalnimo lagu xukumay maayo gaalnimo lagu la xukumay maayo bimaa yahdii waxa uu ku tororogeynayo oo weyl qoo uu saray ku xumo bimaa yahdii af Soomaali uu weelowada kala duwan bimaa yahdii lagu uu asagii oo kale tee bimaa yahdii waxa uu ku tororogeynayo hadalka macna la'aanta oo iska qoodeysiinay oo weyl qoo ayadana hadana uu ku laqwi sameynayo birti jaalin sare jooga tuurna uu kula laqwi sameynayo soo u fiirsan iska dhahay waxaas haduu rabaana ilaah u leeyahay ilaah ma jiru leeyahay waa ila qof garaf ee moogta war qofkan waa gaalaba la dhima mar haduu qeyla maskaxba lama arkay moogta marka saas la dhahayay hamoodin mudlaq ma aha hoos u dig qofka la leeyahay marka uu sarqaansan yahay warkaas uu yiri lagu la kufi xukun maayo waa qofkii waxaan uu ku miirkiisu la tagay aan ku tacaddi sameyn waan wixii uu ku tacaddi maskaxda ka tagsiiyo qofkan ku khaldamin waa dambi aan ku gelin maxalan biyo meesha yaalo cab maago biyo moodo wixii khamray noqdeen ama kiniin uu qandajelis madax xanuun iyo cunaya maago cunooda kii lagu waalanayay noqday wuxuu ku khaldamay wuxuu san tacaddi ku sameyn haday tahay way markaa taadi ma sameyn qofkaan waxa maskaxda ka tagsiiyey wuxuu ku dambabay markay san ahayn wa ama hadii khamra uu yaqaanu cabay kaniini lagu wareero in lagu wareero uu yaqaanu isticmaalay markaas uu erib kan iswaa lagu xukumaayo waxa la yiraahda qofku marka uu sarqaama waxa loo kala qaadaya inuu mutaaddi yahay iyo gairu mutaaddi qof had gudbay oo khald sameeyay inuu yahay waxaan uu ku sarqaamay iyo in kale haday yihiin waxaan wuxuu tacaddi ku sameeyay wax alla wixii calayhi waa loo qabanayaa wixii la hoona ka kacwa haduu yiraa naagta waa furay waa ka furmayda adoonkaas waa xoray haduu yiraa waa xorays maayda waa haduu yiraa ilaah ma jira haduu yiraa waa gaaloobaya wixii eeda waa loo qabanayaa haduu salaatu kana ka kacwa haduu sadaqad ciyaaji laga sadda wax kasto oo khayr uu sameeyana loo qori maayo wixii dambi ah uu gal khalad wixii dambi kale yeesan ahan naagta furido dambi ma wixii calayhi yaa loo qabanayaa wixii lahu loo qaban maayo waa haduu qofkaani khalad kiniiniga uu cunay khamradan u bareeray kaas wax walba eed waa dushiisa
qof kan la leeyahay iska tarorogeeyo warkiisa la qaban maayo la leeyahay waa qof meesha dhalada waxa ku jira cabitaan mooyo horlo isku sii khamr ayna ka noqoto ee khamr ah aanu cabimin ama kinini la wax kale mooday markaas uu kiin lagu waalanayo noqdo qofkaas wuu qofka la leeyahay eed male wax horba iska yiraahdo walaa yuhkamu al-hukuma bi kufri galima lagu la hukumi maayo xaala sukrin xilliga sarqaamida uu qofku xilliga uu sarqaansiga galima lagu la hukumi maayo bima yahdi qofku wuxuu ku tarorogeynayo wayalgu uu iskaga laqwi sameynayo birti jaalin sara jokaturna uu kula laqwi sameynayo waxna soo u fiirsan iska dhahaya dirigii muqdisho la joogay oo jabaad uu joogeen ah waxaan arkay in oo macnaha meeshii la dhigi jiray baar wax masjidkii xareed iridiisa ama marayaan waxaan arkay ruuxa xagga bakaaro waxaa ka socday in waayeel oo sidii reer magaalka u labisan cajab ah waayeelna nidaar ibara waxaad mootaaba in laga sarifaad moodaa ninkii waayeelkii magaalkaas meesha ka tali jiray qaybtaas qoqoyo ka tali jiray in laga sarifaad waxa soo ugu weyn waa la yaabi daadiisii oo kale weeye waa u kala dhagii markaas oo ninkaas waa dhaadhacaya marna laamiga dhinacaas uu aadaa marna dhinacaas uu aadaa niman dhalinyaraha qaybna xagga marayda markuu derbigaas ku tago markuu marshabiyadiyaas ku tago nima garabka u dhigaayo markaas waxay ugu dheelayeen nimanku isleey markaas xagga soo aada geesa kale markuu tago nima garabka u dhigaayo markuu i dhaafayaana waxaan heedha ninka odagaas wax yiri idinkaas maxaa odaga u dhibaysaan waa aabbaheena yidhaahdeen ilaaha sida ka dhigay hadduu khamre ka soo dhalgay marka derbiga ayuu fadhicina ka celinaynaa yidhaah wiilasha isaga dhalay marka markuu derbigaas ku tago nima garabka u dhigaayo isan derbiga ku dhicin markaasuu xagga isaga dilan dilona derbiga geed kale markuu tago nima garabka u dhigaayo markaasuu qab dhinac u dhihlaayo moogta nima garabka u dhigaayo wuxuu dhahayo markaas aydiid aniga ana qaniisa aydiid hadba dhinac u dhaca moogta aydiid ana macalinkiisiiya hadba waarni waayeel o duqoobay waay marka ugu hadba ninkaas eed inuu leynaba isweydiinaa kaas inkaaru qabaa wiila xooglaha la socda markaasuu derbigaa markuu ku tagaa isku tiirinaya jag siinaya markaasuu xaggaa u dilin diloomaya markuu derbigaas ku tagaa nimaa garabka u dhigaa jag waa ilaahan hebtilayn ka socaa marka waxa weeyaan qofkaasi asaga waa loo qabanaya hadduu khamradan u bareeray cabitaankeeda iyo waxaan maanduuriyaha waa loo qabanaya ee ninka ku khaldaban eed lahayn moogta sida ninkaas u labisay quruxdiisa waxaa la yaa waxaas leedahay abareer magaalka kan u dambeeya iyowad marka kaasi lugooye wuxuu yidhi marka waa birtijaalkaasaan ka rabaa war uusan u fiirsan iska dhaha naana hoon maxana lahayn uu iska daldala ma garata waa sidaas weeye wamaal macduuma wixii la waayey ma ahan mar'iyan wamaal macduuma waxa la waayey ma ahan mar'iyan wax la arka ma ahan wa shay-an shayna ma ahan wamaal macduumu shaygu hadduu cadam yahay mar'iyan ilaahay wuxuu arka ma ahan mar'iyan alla wuxuu arka maahna dibi la waaya muxuu aha shaygii alla muxuu arkaa mawjuud ah wa kulla mawjuudin anid lisamci bihi wey kadal basar idraaku wey qiila bih ilaahay wuxuu maqlaa hoo arkaa wixii jira wixii cadama maya wamaal macduuma wixii la waayey ma ahan mar'iyan lilaahi ilaahay wuxuu arka maaha wa shay-an shayraba maaha wax haddii la waayey qultu dalika saasaan idhi uqadar lifiqhin liajli fiqhin garasho darteed warkaas waraan dheeldheer u idhi maahanu imaamku leeyahy qultu dalika saas anaa leh lifiqhin liajli fiqhin garasho darteedaan u leeyahy lifiqhigaasoo laaxa ka daahiray fii yumni lhilaali bisha barakaysan dhexdeeda ka daahiray tashbiihiiyaa laga rabaahe bifiqhin garasho darteed baan u leeyahy fiqhigaasoo laaxa daahiray kalhilaali lmubaaraki sida bisha barakaysan oo kale bisha barakaysan say u muuqato garashe warkaani waraan huba waayo le kalsooniya warkaasu leeyahy anoo isku kalsoono aqoon la huba haystaan waxaan leeyihiin wixii la waayey waxaa la arka ma ahan shayna ma ahan warkaas aweynta wamal macduuma wixii la waaye ma ahan mariyan mid la arka maahan wa shay-an shayna ma ahan qultu dalika saasaan leeyahay lifiqhin liajli fiqhin garasho darteedaan saas u leeyahy fiqhigaasoo fii yumni lhilaali ay kalhilaali lmubaaraki bisha la barakeeye lamida fiqhigaasoo laa xalliya aniga i daahiray dhe laa xalliya aniga i daahiray fii yumni lhilaali bisha barakaysan dhexdeeda iga daahira marka bil barakaysan tashbiiha meesha laga rabaa bishu ku dhex jiraa ma ahan fiqhigaasoo laa xalli i daahiray kalhilaali lmubaaraki sida bisha la barakeeyo kale waaya wakayraani labay kale yihiin laxni badan aniga kaygu idinka ka buuxiya waxa dhan wakayraanu lmukawani uu yidhi mana ahan wakayraanu ma ahane wakayraani labay waa muhani nuunka see lo hoosdhi loo goday waa hoos dhigan yahay wakayraani labay kale yihiin almukawanu waa mubtadihii weyn almukawanu shayga la haysiiyey almukawanu shayga la haysiiyey
oo maca takwiini ahaysiinta la jirankeediihi khayraani labay kala yihiin waa mafcuul iyo ficil maa walba isku mid aha mafcuul iyo ficil labay kala yihiin at-takwiin waa wixii samayntii wey mukawanna waa kii la sameeyey marka ficilka samayntiisii iyo kii la sameeyey labay kala yihiin waa mafcuulka iyo masderku labay kala yihiin waa sidaas waaye horeba qolo diidan oo waxay leeyihiin mukawan iyo takwiin isku midha laga dhigo mukawan iyo takwiin say isku mid ku yihiin labayba kala yihiin waa mafcuulkii iyo ficilkii hadaa darabtu zaydan hadaa tiraahdo barbigi iyo zayd miya isku mid noqon kara maya zayd waa madruubkii kii la garaacay barbigiina waa gaare moogta marka darbiga iyo madruubku labay kala yihiin mukawan iyo takwiin labay kala yihiin ku yihiin baa sidaas oo kale garaacidii iyo ninkii la garaacay say laba u kala yihiin qofkii la garaacay iyo garaacitaankii la garaacay say laba u kala yihiin ay takwiin iyo mukawana laba u kala yihiin wa gayraani laba ay kala yihiin wax isu gayr a weeye wa gayraani waa kuwo isu gayra almukawanu midkii la haysiiyey oo maca takwiini ahaysiinta la jiro takwiin iyo mukawan labay kala yihiin waa intaan xurka khudhu warkaas qaadu laa ka shayin hal shay oo kale maaha gayraani labay kala yihiin almukawanu kii la haysiiyey oo maca takwiin ahaysiinta la jirankeeda ahdi takwiin iyo mukawan labay kala yihiin laa ka shayin hal shay oo kale maahan khudhu madkuurkaas qaada ligti xaalin indha ku kuulasho darteed sida indhaha baasha indha kuusha loogu nuursado qalbiga ugu nuursado kuleeyay masalada qaado cilmigaas qaado qalbiga ku nuurso wa gayraani labay kala yihiin almukawan oo maca takwiin laa ka shayin hal shay oo kale maaha isku mid ma ahan labay kala yihiin hal shay ma ahee takwiin iyo mukawan hal shay ma ahee hal shay lamidna ma ahee labay kala yihiin khudhu cilmigaa qaado ligta xaali indha ku kuulasho u qaado wa ina suxuta waxa xaraamta la yihaha risqun waa risqi lacag mitlu xilin sida xalaasha ay risqi u tahay iyaduna xalaal ay wa ina suxuta xaraamtu risqun waa risqi xaraamta waa la isku biilaa ilaahay biiluu bixiyo wey alla nama siiye mitla xilin sida xalaasho kale mitlu ii godada wa ina suxuta xaraamtu risqun risqi weeye mitlu xilin sida xalaasha sida xalaasho kale risqi u tahay wa in yakrah maqaali oraahdayda haba kahdo kullu qaali mid kastoo caraysan cid kastoo masalada sheegida aan sheegaya dhibsanayda haba dhibsatu ciddii dhibsanayda maadan kale muuto biqaydi kuma u taale maxay leeyihiin muctazile iyo dad balaayaa waxay leeyihiin xalaasha keliya risqi iyo xaaraamtu risqi maaha waa baktigaas bakti waay iska wada waxaa tiraa wa ina suxuta waxa xaraamta la yihaha risqun waay risqiga allah bixiye mogta shayga mar haddii risqi le allah bixiye marka xaraamta allah bixiya mitlu xilin sida xalaasha oo kale mitlu xilinta korrid baan u daadira wa ina suxuta xaraamtu mitla xilin xalaasha la jirankeeda xalaasha lamid xaalay tahay bay risqun risqi tahay sida risqigu uu xalaal risqi waxaan rabaa xalaashu say risqi u tahay ay xaraamtuna risqi u tahay aquulu dalika ama qultu dalika saasaan idhi wa in yakrah maqaalii oraahdayda haba dhibsado kullu qaali cid walba oo ka caraysan danka ma lihiin ciddii dhibsanayda warkayga dhibsato waayahay ma garatay jinaas kitaabka ah uu ka rabaaya qaalii iyo maqaalii labay kala yihiine waxa weeye shibul istiqaaqa ka dhigay istiqaaq kama dhexeeyo ogow isku masder ma aha laakiin shibul istiqaaqa wa in yakrah maqaalii oraahdayda haba dhibsado kullu qaali mid kastoo caraysan wixii u caraysan haba ka carooda wa fi lajdaati wasayublaa wawa qaado wasayublaa kullu shaksin qof walba la imtixaani bisu-aali weydiin baa lagu imtixaanaya can tawxiidi rabbi rabbiga weydiintiisa laga su-aalayo fil ajdaati qalbiyaalka qabriyaalka dhexdeedana lagu imtixaanaya wasayublaa kullu shaksin qof walba waxaa lagu imtixaani bisu-aali weydiin oo can tawxiidi rabbi rabbiga kaliyeeliddiisa laga weydiinayo aa qof walba lagu imtixaanaya fil ajdaati qabriyaalka dhexdeedana lagula imtixaani qof walba waxaa la dhahay ma rabbuka xadiis mutawaatir ku dhawaato aragtay wasayublaa kullu shaksin qof walba waxaa lagu imtixaanaya fil ajdaati qabriyaalka dhexdeeda waxaa lagula imtixaanaya bisu-aali weydiin oo can tawxiidi rabbi rabbigay weydiin rabbigay keliyeeliddiisa laga weydiinayo waayahay su-aali waa jirta su-aalu lqabri baa jire la soco weeye hadda waxu diyaarso oo hadda diyaarsigana unma aha waxaa diyaarsanayda allahu rabbi wa nabiyi muxamedun wa diini iyo alislaamu kelimaadkan hadda sii bara ma ahan aqoon maa keliya ma arrinta maaha ee waxay rabtaa inaad dembiga ka dhowrsatay rabtaa haddaad dembiilo tahay si kastood u taqaanin waad gafi sawaad cabsanaydaha moogta hataa adduunka waxaad ku taqaana markaad cabsato haddii baqtimi uu ku soo galo wixii aad taqaanaa kaa kaa lumaaya
marka laakiin hadaa qofkii qof dambiilaha oo maxkamad saaran inuu baqay dilab isweydiimayo waxa lagu dhigi doonaa waa cabsidaas aqoontiisii labanaysa hadda yaa hadhowtay baqayna dambiga uu kaadi hadaa dambiilaha cabsimeeyay oo laga gacmo laakiin uu rabiye markaas hadii lagu yiraahdo arto waxa gabi ma garad haduu rabo qofku markaas waxa weeye sida Umar Nasafi oo kale iska gabagaysay isaga qajafsanaya marka qofku markuu san dambiila ahayn qof ishuba ogow inuu wax qalad ah gelin hadii la maxkamada lagu saaro jazac ma hayo ogow waxaan waxa u sii dhiman hadii maxkamad lagu yiraahdo waa lagu saaraya waxa lagu maxkamadeynayaa aad bari ka toon wax eeda aadan ka gelin maxkamaduna maxkamad leedu shaqadaa isan ahayn oo dulmi ku dhisan ee maxkamadan la isku dulminay ay tahay wax cabsi ku gali maayaan maxkamadina ila laaluush qaadamay dambiga maxkamaddu lagu saaray ma aadan gelin kalsooni aad qabtaa laakiin haddii dambiila tahay maxkamaddu ama laaluush qaadamay san qaadana jinsi cali waa balan balayda wixii taqaana balan balkana ka lumina ma gelin marka iyo aadan hadhowtay diyaarso su'aashaas macnaheedu wax weeye hadhowtadi khoofka iska ka yaraaday dambiga hadda dambiga kala tartiib walil kufari gaaladii uu sugnaday wal fasaaqi booryantii uu sugnaday way waxaan raba gadaal dhe way yuqdaa waxa la xukumaya way yuqdaa waxa loo xukumay lil kufari gaaladii wal fasaaqi booryanta waxa loo xukumay cadaabul qabri qabriga cadaabkiisa loo xukumaya misuul fi caali fi xumad oo dartida loo xukumaya haa markii nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu wuxuu yiri markii qofka qabriga la geeyay la suurta cadaabul qabri wuxuu ka rabtay waa su'aashad gaftay uu hadaa su'aasha ka jawaabto adii cadaab kale fogtiina uu marka aad inta aad cabsii ku gasho warkii aad ka luma bis balaayo la dareeyta wala talayta lulee waxa aqrin waxna ogaane inta lagu la dhaco nabiga wuxuu yiri waxa lagu dhifanaya qofkaas markuu su'aasha ka jawaabi waayo hal buriso malagnaarta uu ka soo qaado ku dhifanaya oo buurta ilaahi ardadan u keenay buurukana buurta u weyn hadii lagu dhifa laha la saala turaaban la saara turaaban buurtaasi ay ciid noqolahay hal mar hadii buuraha buurta u weyn naga buurta buriskaas lagu dhifan laha iyidee noqonay buriskaas aqtab inta lagu siiyo lagu la talayt la dareeyta wala talayt halkaas aan cadaab kaga bilowday waa hadaa su'aashii gaftay ugu cadaabul qabri wuxuu yahay markaas su'aashii gafto hadaa su'aashii ka jawaabto raaxa halkaas shaashaxlew wixii ka dambeeyay cabsida ma waa ku deeyay markii cadaabul qabri aad ka badbaadida su'aashii diyaarsadeena waa dambiga jooji walil kufari gaaladii way yuqdaa waxa la xukumaya lil kufari gaaladii wal fasaaqi mooryanti waxa loo xukumaa cadaabul qabri qabriga cadaabkiisii loo xukumaa misuul fi'aali fi'il xumay sameeyeen oo geeda loogu sameeyay dambiga ay galeen way misuul fi'aali fi'il xumadoodii darteedan labada loogu xukumay dukhulunaas dadka gelitaankoodii fil jannati jannooyinka ay galaan fadlun fadli dheeraad weeye minna raxmaanin xariis badan xaggiisa ka ahaadaya ahlal amaalihi dila dadka wa halkaa war muuminiin ay qofnay u saysiin amalkaaga janna ku geli laakiin hadda uu amalku ciwar ma ahan amalka waxa lagu helayaa alla inuu ka raadi noqdo haddii ilaahay wixii uu ku dareen la timaado uu ka raadi noqon markuu ka raadi noqdo jannada fadligiisa kugu geynaya ahay waxa la sheegay nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri adoon ilaahay adoomadiisa ka mid ah cibaado badan la yimida rabbigii markuu la kulmay nabi xooda noo sheegay ogow oo wuxuu yiri ilaahow jannada anigu waan haystaa intaas oo cibaadaha sameynay abaaran u leeyahay jannada inaan galo ilaahay nabi wuxuu yiri ilaahay wuxuu oranayaa ila xisaabta waa mahadsan tahay wixii nicmaho aan ku siiyaa shukrigeedii laga rabaa shukrigii inaad gudatay laga rabaa markaad nicmadii aan ku siiyo shukrigeedii gudato markaas wixii kuu soo hara amalkii kuu soo hara jannada ku leedahay horta shukriga laga helo markaas ilaahay wuxuu kula xisaabtamay labadan indhood aragaan ilaahay u galiyo nuurkaas indhaha la galiyo bisa ilaahay kula xisaabtamay wixii salaad iyo soom iyo sadaqo iyo xaj iyo khayr uu la yimid labada indhood nuurkoodii waxa shukrigeedii waa ku filan waayay xisaabta way la dulmimayay ugu intaan wax u soo eegdhigo markii camalkiisii oo dhan iyo indhaha nuurkoodii la isag dhigay camalkiisii tira badnaha ahaa shukriga indhaha nuurkoodii shukrigiisii qaasii dhimanaad haye maqalkiina waa dheeraad ugu aqligiina waa dheeraad caafimaadkiina waa dheeraad xooggi waa dheeraad gacantaani waa gadaa tani waa dheeraad mid walba shukri ay rabtaa marka maxaad ku rabtaa janno ku rabtaa inuu xishooda ahaa rabbiyo uu noqon mar dambe yiraahdo marka markii qofna fadligiisa camal ku gali maa sababtoo shukrigiisa gudan kareen camalkii laakiin eber ma ahee ilaahay kaaga raadi noqonaya waxaad ku helayda camalkaaga in ilaahay kaa raadi noqdo adoon ilaahay raali geliyaa tan adoomada adigu aad leedahay hadaa tira beerta soo fala guryaha soo dhisa ariga aada
soo ilaaliya geela daatina waxaad u dirtaa midhadaha yuhay hayay yiraahdo tabartiisa waxay leeyahay kaatan geeli qaar ka soo kordhinta kaliya soo helay u yira oo beertii markuu soo falay tabartiisa awoodiisi uu soo falo wax tabartiisa wax ka balan ma sameey kareen moogta eed ma gelin waxaad ku nacdaa ma arkay ugu bal ayay ku qaaday xoog xumida dhiibaydi sa waxaad ogtay inuu sahagaar gelin ugu inuuna hagaar gelin aad ogtay maxaad waxa ka dhiman ugu dar weeyay dhiibaydi tay ilaahayna ka dhigaas fiican adiga naa ilaahay adiga aga joog marka tabarta aad la timaado oo wii aad awoodo daa la timaado ilaahay waa ku rabay adoon fiicanaad bis marka safadiisa jannada kuu geeyna waka dukhulu naasi marka dadka gelitaankoodu iyo jil janaati jan janooyinka ay galaan fadlan dheeraad oo minna raxmaan raxmaan isbeel xaqiiqda ka hada weeye ana al amali ay dilay dadka oo halka dadka janahi dilanayo ogaada ilaahay fadligiisa jana lagu heelaahay laakiin fadliga waxa ka horeeya aan la inu ka raadin noqdo ridihi ilaahayna waa in qamarka ka qaadato bas weey amarka qaadato wixii lagu dirayel markaas ilaahay ka raadiye markaas fadligiisa jana ku geeyin waka waan garanay xisaabo naas dadka la xisaabidoodii badal bacti soo bixinta dabada la xisaabay xaq u dhab waay waa wax jiree ogaada dadka in la soo bixi doono markii la soo bixiyo kabaadina lagu xisaabi doono ilaa manistu thiniya cid la soo reeday ma ahane dad mustaqnaa jira la xisaabinaa ugu wad nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yahay ilaahay ummadihi ii bandhigay markaas ummad yar nabiyalkii wuxuu dadkoodii weey moogta markii dambe waxaan ka ummad tiradii ka badatay mukul tiradii ka badatay oo jihad baan iga qaris akuwaas ummadaydii inay yihiin fiicnaa lahayd aan iriyo markaas waxaa la yiri haa walaay muusa waa ummad wa qawmuhu kuwaas waa nay muusa qoomkiisii marka arkuwaani badana meeshaan cawri lahaa waaba layga dadba waxa la walaakin dur ilaa oo fooqi bal jaha kala fiiri masa tira badana kuwa ka dara dhinaca kalena masa kuwa hor hal dhinac ay ka xigeen dhinac walba kuwa iga xigsado ma ku dhinac walba iga qarida lay tusay ummadaadi waa taas la tira badana kuwaas hal dhinac ay ka xigeen waa dhinac walba qariya wadi ka qariyi markaas ilaahay wuxuu yiri wa ma aha ulaa kuwa waxa la jira 70,000 yadkhuluna aljannata bighayri hisab 70,000 oo jannada xisaab la'aan ku galayda ala ashaabtu maxay noo dadaalay ashaabatu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam oo madda waxbay tareen eber ma ahan markay 70 kii sheeganaada law 70 way yartay halista zata nabi allah maxaad ilaahay wasiyada dalbi weyday allah u yibadi u dhiway kuwa xisaab la'aan jannada lagu geeynaayo ilaahu u yibadi maxaad u dhiway weyday nabi wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam laqad istazatu wa ka ziyada dalbay fazadani ma'a kulli wahidin hal kasto 70 kimida 70,000 alla igu dhiftay 70 kuna 70 alla igu dhiftay ajab badana intii kuma akaysan asaabti wax halasta zata nabi allah maxaa u sii badsan way ilaahay wuxuu ka yeelaya wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda waxa ilaahay u balan qaad in nabiga la qancinayo ogow نبي صلى الله عليه وسلم اجتزته مر كلا هذا زياده دلبي فزادني ثلاثه حثيات من حثيات ربي صدح عن توبه عن توبه انك الهي با وحساب لا انا عن توبه صعب لو قبانا ما صدح غور لي حارمي وحن ترسمين لي زي ددك سودنا جنات حساب كو غلي مؤمنين با كو اسبوع نو دري كرتان نو ده way ka soo amarka xisaabuna dadka la xisaabi doodi iyo fil jannati jannu ida dadka la xisaabi doodi iyo badal bacdi markii la soo bixiyo dabeed la xisaabaya xaq waa dhab jira waa in la xisaabinaa dadka waajirta waa la xisaabinaa waa jira jannada xisaab la lagu geeyay law nagu darbiyo fadligaaga karamkaaga ee fakuunu ahaada adoomihiyo mar hadii la idin sheegay in la xisaabinaayo adiga ma ogidin lagu xisaabi doonayo la iska kaa day doona midna ma ogid arqaan hadda ma dadashay ku leey fakuunu ahaada adoomihiyo بالتحرز ملتبسين كو كدهان بالتحرز اسئلالين كو كدهان هذا عن وبال الهلاك اسك دوريدا وروا الهلاك سبايا هلاك هدا اسك دورا هدا اسئلالي فكونوا هذا ضمير ملتبسين كو كدهان بالتحرز اسئلالين كو كدهان هذا عن وبال الهلاك اسك الهلالين وريا الهلاك سبيت هدا هلا اس دورو هدا دبيغا hadan janaysaysan markaan dhiman ka baad janaysan markay hadan janaysaysan aad dadala lawna toos rabi oo madadaal karnaa wa ka samarkaas wuxuu yiri wa tuudanaas wa tuudal kutubu kutubti waxa la baa la bixinaya wa tuuda waxa la siinaya al kutubu kutubti baadan min annaas dadka qayb kamida ha naxwa yumna al haqa midta laga siinaya malaga markii dhagab dhabarkaas kaga dhacaan kutubta dadka dhabarkay wa dhacayaan malaga irta qofka fiican dadaalkiisa iyo soo qaado hortiisa keenu leeyahay xuquud kitaabka
marka tuud al kutub kutubti waxa la siinaya baad al naasi dadka qayb kamida kutubti waxa laga siinaya nahwa yumna haq gacanta haqa jihada ma aha gacantaas miita ku qaadanaya hortiisa la keenay laga siinaya nahwa yumna midigta haqeedo ka qaadanaya wa tuudan gabalna waxa laga siinaya nahwa dhahrin dhabarka haqiisa iyo shimaali cidna ku soo qaadi ma cidna ku adeegmay soo qaadan la leeyahay midigta markuu doonaa in hawlgabay noqon bidixdu ku doonayo ku soo qaadanaya si fool xunna waa la sheegayo halkaan shafka inta la duuliyo inuu halka dhabarka ka soo qaadanana waa la sheegay laakiin waxa xaqiiqa dhabarka inay u saaranta cidna u soo qaadin soo qaadan leeyahay midigtaana lama ogolaa bidixdu ku soo qaadaya allahu dhaqay jacaylna si lagu darabiyo midigta kitab ka soo qaadan dal kutub kutubti waxa la seenaya baadan meenaas dadka qayb kamida waxa laga seenaya nahwa yumna haqi meeta laga seenaya wadooda wadooda baadan gabalna nahwa dhahrin dhabarka haqiisa iyo shimaali biixda laga seenaya waxa qoon dhab waay waa khabarkii hormaray wazna amaal amaliyalka wa wazna amaal amaliyalka la miisaamidoodi iyo wajir iyo ku qulqulid ama ku dureersi iyo ala matni siradi buundada korkeeda lagu dureersadaahay xaqoon dhab weeye bilaa tibaalin been la aan bay dhabtaay weeye wax been kuma jirto ila kadibi وحق ووزن أعمال العملية كان الميزان يعني معناها عمل كيا صورة له يلي يا ماذا قبل أيري عمل كإلهي ما معنوها صلاة تكش إلا مقدم كل ملي صلاة دم كل ملي مرك عمل كيا مكل له يلي مرك سال الميزان حسنات كسيات كي قبل نوح إلى ما يصحيفتي الميزان يا صحيف هذا أن حسنات كقرا أنت نسيا كقرا يا اللي سبي زان وسيلة من النقطة ووزن أعمال عملية كأن الميزان هي حق دبوي بالاهتبال بين الآن دبتاي ووزن وجري وصعشو على مطلس سرادي سرادك وكركي سم وابوندادي كركي ذين لغو سعون يانا حق دبوي بالاوح جروي بالاهتبال بين الآن بين دبتاي واي ومرجو ونبيت في مركز سعلي ومرجو من الرجين يوية وخبر كيو مركز هور مريه وشفاعته على الخير ضدك على الخير كارجين تودي ولا اصحاب الكبائر ضدك دميالك واوينو صاحب ايو ارجين يعني كبائر تي كل جبال بورها لمدك دميالك واوينو بورها لمدك ضدك هو صاحبك ضدك على الخير كاين ايو ارجين يعني مرجو ولا رجين يا ومرجو من الرجين وهي شفاعته على الخير ضدك على الخير كارجين تودي ولا رجين الا اصحاب الكبائر دميالك واوينو صاحبك ايو ارجين يعني كبائر تي كل جبال بورها لمدك ولي دعواتي على التوقيت يالكي أيوسو ماذا تأثير سامين وبليغ حيال دار لحن البدن واني يدي عباشا وحالا بكي عكري ولي الديل كي يجيت مركزو ولي العين كي نحن يبني وحلا ديه كران على الارد ولي دعواتي على التوقيت يالكي أيوسو ماذا تأثير سامين وبليغ حيال دار تأثير حيال دار يسكلي ان دعاد ما نزل وما ينزل المبرم والمعلق انت وحوي كتران وقد ينفيه سبب هو ان في يهود التاثير كاس اصحاب الضلال ددك بعد او صاحبك اهل النار كوا ديدان بيد دعاء هل ما ترت يراد هو كو موت صلاه ما كنت كدان ومرك الدعاء لو رجين فرد ديك سد كان يرايدين الا يدين قاد قرانك دفير يو الهي وحير فاذا فرغت النبي ومرك الصلاه كبحدو فانصب في دعاء في ذكر ودعاء لبتو مركز شغلي صلاه كما دمان ibaadada salaada kuma dhamaane marka salaada ka baxdo dhikri ku dhibto iyo la toogido ilaaha weelaha marka aqbalkiina marka ugu dhawday xilligaas yahay war imanka wal hoojiye way uu xilligi aqrab qofki qabuulka u dhawaayay nabi waxa la siiyay nabiyyi sallallahu alayhi wasallam ayu ducaa asma ducada midde aqbalka ugu dhaw marka suu jawfu layli xilligaas bay soo kici karaan oo dabar salaawaat walintii soo jeedi karaan iyo ma salaada ay soo jeedi karaan salaadina ducadu waa ka tagen jawfu layli ay ku arkaan شوف لي القف كسلادة إله هو إله هو إله مين كهود أنسي حني قف كسوى قف موتة حقه أصعد أنا ما كان حقه ما صعد أنا بيوك اللي هرب طلقوه الدنيا دي هي اللي هي أن الدنيا سلادة حل جد لا هو جيل ياري سي الله يسي الإسلام هاي ابن سهل يدي لي لا ما قمنا له حل جينا لقيه جيل حرام تودي كره تدين وياه ولد ولد دعوات الله توجد يالك أيوس ولا تأثير وسامين وبليغ حل وقد ينفيه دبهام بتأثير كسوء في دعاء وحب ما ترتيره سامو ضلالة بعد ذكر صاحب كاي الدين ودعاء ما ترتيره waa garan ee wad markay waxa weeye ahay waxa weeye qadqadaha ilaahay mid waxa weeye hor kugu dhacay midna kugu soo socda wixii kugu dhacay hor kugu dhacay hadaad markay kugu dhacayn ka bacdi ilaahay toogto waxay ku tarayaan ilaahay sabar iyo dulqaad iyo khayr ku siinaya dhibkii hore ku fududaanaya dhibkii ku gaaraa ku fududaanaya kuwa kugu soo socda hadaad toogto kuwa ilaahay ku inta kugu soo inta kugu imaan hadaad ilaahay barido
gabar waxay ahaayeen haduu san saas yeelina waxaas ku dhacayeen kaas wista cadaada ciliidana gilow lagu cili alla cilinaya ducada lagu cilinaya kuway ilaa wa ilaa inay kugu dhacaan go'aanka ahaayeen waa lagu fududeynaya way kugu dhacayaan laakiin laba midkooda aad heli ama sabar xoog badan oo ku dareemin dibkiyo siisi culus aad dareemin isagoo weyna balaayo ah aadan dareemin dulqaad qaali ah ilaahay ku siinaya on jeesa u soo heli ama baa la isaga ka fudaansho loo lagu xiid lagu firdhiyo amal oo kala laga dhigay wixii oo kugu dhacay ilaaba ilaa amal lagu fududeynaya ama dulqaad xoog badan lagu siinaya oo aad ku dareemin ayaa wixii culus aan u badan aad dareemin hadana allah suugina aad ku dhacay markii ilaahay baray وأيها الواذر النوى لله وأيك الله تعالى توجيهك يوصل تأثير سامينا بليق الحال له وحبي ترى أن الدعاء وحبي كؤاشا وحبي ترتها إلهي يكون قد قبول الله كون بلن قاد يدعون يستجيب لكم إلهي توقع على دين أقبله رأوا بلا إذا نجع لي هدانها وحويا وأدي شروط دي أركانتنا لك البلد وأنا لك علينا سيرتنا لك علي وحويا مركز إلهي بريضه أقول waxaa ilaahay wuxuu ku balan qaaday inuu ku aqbalaayo balantana ilaahay ka baxay ogow ilaahay maladaha u xumeeyay in allah la yuqliful miicaad marka hadii aad wixii aad ilaahay ka baryo aad weydo ihtimaliyalka meesha gali kara fiiri aduu inaad qumanayn aad dhici karto ducadaadu khaldaneed shuruudi lagu aqbali lahaa ina adiga la ka maqneed aad dhici karto marada sidata ay xaraamayd cunada soo cuntay ay xaraamayd oo kabta sidata xaraamayd haddii xalaal aan la isticmaalin qof xaraam isticmaalo ma qabool ma leh iyo haddii waxa qaboolkii ciriiri la galay ma ilaahay wax ku yaraadeen dadkii hore ilaaha waxna si hayaa ilaahay kayo hadii way isheeli jireen haddana maanta na iyo shay wax la marko xagee iska la adeyd xalaashi ciriiri gashay ugu xalaala shardi allah buuda adgar ninkii safarka dheereen nabigu loo sheegay oo muddo dheer waliba khayr ay socodayo haddana xaraan soo cunayo dharkiisu xaraam yahay oo qudiyo bil xaraam lagu gabagabey markaas uu yahay rabbi ya rabbi faanay istijaabada waxa uu markaa ijaab ku arkay xalaashii ciriiri gashay halka aan markaa meesha ilaahay wixii diiday ama ilaahay wax bixinayn maaha adaa qabuulkii lagu leeyo shuruudii xaggaaga ka dhimantay hata hadii aad maryahaagu xalaal yihiin oo waxaad soo cuntay xalaal yihiin oo dharka wax adiga aan xaraam hadda jirkaaga ayay kuriyo hoos midna aysan ka taaban wax kale uu noqo ama aad aalaabti ku tacadiday adoo ilaahay ilmaan sayla oo geeli si oo aray si adoo meel kale qalbigi jira udcullaha waanta muuqanina bil jamaa laga reebowta macallaahi ina taal rabay ilaahow ilaaha alla waramaydo inaad qalbi ina xaadido taal rabaan adiga hadda fiiri hadda nin la warwariya hebelow haddaad qof la sheekaysato warbeel hebel warra qofkii markaad la warramayd hadduu sii jeesto araaba kula hadla maxa u sii jeesan adhahda mugta waa xanaaqaysa qofkaad la warramayd hadduu kaasii jeesto waa xumaani ogow ama kii adiga kuu sheekeynaya hadduu kaasii jeesto waad xumaanayda araaba ila hadlaysa xagaadayda adlada marka inaad tiraahda allow allow aa tira marka allow leedahay xagga meelahaas kale aad jirto oodan macallahi ahayn xaggee qabuulkeeda waad ilaahay adiguba qofkan haddaad la warramayd hadduu kaa jeesto soma nacayn ilaahay inuu ku nacmaha maxaa ku diiday waxaan rabaa markaad ilaahay baryayda macallahi inaad tahay aadaabti inaad tadar adoonnimada adoo qirsan oo aad qalbigaagu xaadiri ilaahay miciisa uu yahay ilaahay u xaadiro aqbalka ka rajaynayo ilaahay inuusan wax diidin aad og tahay ilaahay adoo adiga inuu hadda ku aqbala khasab maaha laakiin inuusan allah aqbal wax diidin aad og tahay ilaahay inuu deeqsi yahay markii aadaabteed la timaado shuruudii la timaado oo adigu dhinacaaga wax dhaliili aysan jirin alla waa ku aqbala waa la hubaa laakiin hadda hal ogow ilaahay wuxuu kuu ballan qaaday inuu ku aqbalaaye hal alla kuma ballan qaadin bicayni maa dalabta haddaad geel iga baridaan geeli ku siinaa ilaahay ma dhihina ogow waan ku aqbalaya hu shayga inuu ku siinaya ma ballan qaadi inuu ku aqbalaayo shay markaad geel ka balida bal u ari ku sii bal u dembi kuugu dhaaf buu dembi aad dembigaaga inuu ugu dhaaf balaa darajaadka aakhira ugu badi balaa balaayo kuu soo socota laga celin meel lagugu geeyay ma ogid laakiin allah ku aqbala go'aan waxaa dhici karta bicayni maa dalabta shaygii laftiisa geeli aad haddaad ilaahay weydiisa laftiisa alla inuu ku siinaayo laakiin marka adi weydiisataan ku siina alla kuma dhihine sug waa soo wadaa ilaahay geeli maxaa dhici karta beriyiisa dambe iyo 10 sano kabacdi inuu keenay suga ilaahay ma aqbali oo intaasaan baryaya hadhihin ilaahay wax waa aqbalaa inuu ballanta kama baxa in allah la yuqliful miicaad ilaahay ballanta kaga baxa maaha adigu dhinacaagayaan eedi jirin markaad adigu dhinacaaga shuruudii aadaabta dhammaystirtana ilaahay wuxuu ku siiyey ka suga adiga maa ilaahay xukuma sug wuxuu ilaahay ku siinaayo iisa cumarkaas wuxuu yahay dunyana adduunyada nadi yira adduunyada aan joognay xadiidka mid cusub waay adduunyadu waa mid cusub wax qadiima ma ahan wal hayuula waxa hayuula la yiraahdo cadiimul kowni ahaanshihiisa mid la waayey weeye wax jira ma ahan
فاسمع مقالي وراني اذا ليس بيجتي اهل فرحتك دغيسو ورور كان كو شيغي ادو كو ريرين دغيسو ادو قمن دوري دغيسن واي حديده مساله الفلاسفه دي ابن تيميه اي ولا لهينا عالم قديم بنوعها قديم بالنوع فما كان ودا هي يراد اجرامته وي وين ودغحانته يا جيدها يا غريها يا ددك يا دنيا يا خير يا دولي عصبه وحادثه اصل كي لغا سمي شيء اصل كايو لغا سمي قديم مع الله هي وا بنتود ما شيغاس لي حيولا الينين حيولا وا بين وح جرما والحيولا عديم الكون وح حيولا لي ما بجينان شيء قديم إلهي بعيساه عالم كان لقسمي مجرف عالم كان أسوه إبنه جيرنا إلهي سكسمي وهو عصب والدنيا أنا أدوية لنذا حديث ربيع عصبوي دينة الخبال قول به جريش عبد الشيخ محمد عبد الرحمن شيء محمود حريض خيوله وحل إرادين إرادين دينة الخبال لابدي لقى أبوري مركزا وحا كفلا وركا أي شيء يعني أغا شنو يعني لابدي فساد كي إرادين نقول كان فساد كسم إيسان وهو حسمه حكم كاهي كان عالم كان وح وح فساد كما سمعنا دينة الخبال كما سمعنا هيولة كما سمعنا اي وح وح قديم وكل وقديم لين هيولة وح ليرة اما دينة الخبال ليرة هو قديم مع الله ايه هو عالم كان على يجري لين بين تور والدنيا لا الدنيا لا الحديث هو عصبه والهيولة وح هيولة ليرة اما دينة الخبال ليرة قديم الكون يا هاشي سمي الله ويا وين ما بجرى فاسمع مقالي اوراني ذا بيش تدال فرحتك ولا بيسوي حقه بسداسه هذا كفر عساق قاضي ولي الجنات الجنويم كي أصول نادي يوم النيران الناريال كي أصول نادي كون أهانشا واجرا لبدو دبا وكون أهانشا أصول نادي واجرا عليها جنويم كي ناريال كي دوشو دا أمبو هذه مرة أحوال حالوين مريتان كي حالوين كاسو ميا مرة ده فعل واري يلي قال تيسا كراء مرة وحا مري عليها جنويم كي ناريال كي دوشو دا وحا مري أحوال حالوين مري حالوين كو خوالي تغي حالوين فقوة هراء ما يقصنا سوامرته كمانان يملين يال وللجنات والنيران الجنوين كي ناريال سيلاهي وقال للدياري عدة للمتقين عدة للذين كفروا إلهي للدياري ويجني ناروا للدياري وللجنات والنيران الجنوين كي ناريال كي يوسو نادا كون نهانشو لبدا سواء جيران مر عليها جنوين كي ناريال كان وحا مري أحوال حالوين با مري حالوين كو خوالي تغي حالوين تغي ماضي مواضي حالوين مري او تغا صبح وحمد داري جوغان وان وذو الإيمان قفك إيمانك وصاحبك إلا يبقى من باقي نغون أيه مقيم الحال يكيك النجيب في بسوء ذنب الدنب حمد درتي دسوه وقول نجي مكو باقي نغون أيه في دار اشتعالي في دار اشتعالي هرؤبوتي وذو الإيمان قفك إيمانك وصاحبك لا يبقى في دار اشتعالي.